السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نحمل طيبه، كلشي بخير. المهم ان شاء الله اليوم غادي ان شاء الله نتقسم معكم واحد البريوات كيجيو معلكين وشاش زوينين مقرمشين وكيبقاو مده طويله مقرمشين. المهم ما غنقول لكم الاسرار ديالهم كيفاش كيجيو ان شاء الله. المهم انا باركت لنا عندنا اللوز، نص كيلو تاع اللوز قسمته على جوج، واحد درتو قليته في الزيت والثاني خليته خضر وطحنته مع شويه ديال السكر. المهم عندي شويه المسكه حره، شويه معلقه القرفه، واحد شويه الملحه، وواحد الكاس تاع واحد الكاس ديال الزبده. المهم السكر واحد 80 غرام. المهم منكتروش السكر بزاف باش ما تكونش عندنا الحلاوه بزاف في البريوات، مع العسل مع السكر ما تجي حلوه بزاف. المهم انا نخلط هاد العناصر بشويه تاع واحد ربع كاس ديال الزهر. المهم كنخلطوا التوابل هادو ديال اللوز والقرفه والمسكه حره لان دقيت انا في المهراس. المهم يكونوا مجدين كل شيء، الورقه باش نخدمو ان شاء الله الدبريوات ديالنا ويجيو راه كيجيو زوينين ومقرمشين. ما نقولش لكم واعرين، وسر السر ان شاء الله راني غادي نقولو لكم، تبعوا معايا حتى الاخير. ممكن ندلكهم مزيان مزيان حتى توجد عندنا العقده ديالنا ديال اللوز، يعني تكون متماسكة. المهم انا كندلك هذا وكنخلط حتى نحس بها انها ولات شدات ليا. ولات كتعلق. المهم غادي نشد مني، المهم غادي نديرهم كويرات صغيورين على حسب الحجم اللي بغينا. المهم نكور هاد البريوات ديالنا بالحجم اللي بغينا ونكمل، ونكون ان شاء الله عندنا موجودة عندنا الورقة. الورقة انا كناخد واحد النوع زوين، يعني المهم قطعتهم وهذا على القياس كل واحد وكيفاش كيبغي البريوات، يبغيهم كبار ولا متوسطين ولا الحجم اللي بغينا. تكون عندنا الزبده المهم مذوبه وهذا، وكن ندهن هاد الورقه ديالنا، ويكون عندي واحد شويه ديال الطحين مخلط مع الماء باش نسد البريوات ديالي. المهم كنحاول انني باش نجيبهم متلتة، تجي متلتة. والسر اللي هو خصنا نديرو ما نوركوش ما نزيروش، منين نكونو نسدو في البريوات نجي نصيبوهم، ما نخليوش يعني نخلي ما نعمروهاش بزاف. وتاني حاجة ما نضغطوش بزاف على نزيرو الورقة، يعني باش منين نبغيو نقليوها ما تفرقعش لينا البريوة ديالنا. خصنا نخليه واحد شويه ديال ما نعمرهمش بزاف في الجوانب، هما ملي كيتقلاو ملي كيبداو يتقلاو هما كيتشتو يعني كيشدو البلايص ديالهم دوك القليزات. كنحاولوا اننا نضغطوا بصبعنا، راه نتوما شوفوا كيفاش كندير. المهم غادي نستمر بالعمليه حتى نسالي البريوات ديالي، وكنحاول انني باش كما قلت لكم ما نضغطش بزاف وما نعمرش البريوه
في الجوانب يعني في القناة، باش مني تكون غادي تقل علينا ما تفرقعش لينا المهم كنستمر وكنسد. المهم كنستمر حتى الاخير كما انتم تتبعوا معايا. الا تبعتوا هاد الشيء اللي درت ان شاء الله غادي ينجحوا لكم هاد البريوات. وسر يعني السر اللي هو باش البريوات كي ياخذوا العسل تيشربوا العسل وتيبقاو مقرمشين، هو ان ما نسخنوش العسل، ملي نقليوهم سخان نحطوهم في العسل ونقدروا نبيتوهم في العسل ليلة كاملة باش يشربوا لينا هذاك العسل. بعد ما البريوات دوينا صيبناهم وكنخليهم واحد شوية على الأقل واحد 10 دقائق باش ينشفوا لينا، و15 دقيقة باش ينشفوا لينا البريوات ديالنا. وكنسخنوا الزيت ديالنا وكنبداو نقليو، يعني بداو يتحمروا كناخدوهم ونحطوهم في العسل باش كياخدوا داك اللون الذهبي ديالهم. والبريوات ديالنا هما كيصبحوا موجودين، الناس اللي كيدخلوا عندنا يتابونا ويضربوا الجرس باش ديما يطلع لهم الجديد، وكثروا من التعليقات ومن هذا وشجعونا وديما لايك وسبسكرايب ومرحبا وألف مرحبا. وشهر مبارك سعيد علينا وعليكم ان شاء الله، والله يحيد علينا الوباء ويفرحنا ويفرح جميع المسلمين والمسلمات يا ربي. السلام عليكم، وخليكم مع تتمة الحلقة. يلا السلام عليكم. الناس اللي كيدخلوا عندنا يتابونا ويضربوا الجرس باش ديما يطلع لهم الجديد، وكثروا من التعليقات ومن هذا وشجعونا وديما لايك وسبسكرايب ومرحبا وألف مرحبا. وشهر مبارك سعيد علينا وعليكم ان شاء الله، والله يحيد علينا الوباء ويفرحنا ويفرح جميع المسلمين والمسلمات يا ربي. السلام عليكم، وخليكم مع تتمة الحلقة. يا السلام عليكم.